وتذاكرت أم المؤمنين مريم الكريمة بنت الكرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لمصر وأهلها أن يكونوا خير جنود الأرض، وأن قلبها هدئ لما سمعته يدعو ألا يكون لغاصب مقام بمصر، ولو طالت الأيام بهم فيها إلا قبرا أو معلما بأن الحق يعلو ولا يعلو عليه باطل. وقالت: حكامها أقدارها، الامتحان ببعضهم والسعد بأبرهم، وهم قليل، وما قام ظالم بمصر إلا قسمه الله ولو بعد حين، ولم يستثني صلى الله عليه وسلم من الدعاء حاكما لمصر إلا من انتوى رحمة بأهلها مسلمهم وذميهم، فمن شق عليهم شق الله عليه. وأذله وأخرج له من ولد نيل الجنة من يقول كلمة حق عند سلطان جائر. ومن رحمهم رحمه الله وألهب قلوبهم بالدعاء له. وفيه وقالت شيرين أخت أم المؤمنين: علمت نبأ من أختي أن اليهود يكيدون مصر ليل نهار، ويكون بينهم دماء ونار، ولا يموت قلب مصر. اليد العليا لمن يملك المعلومات. العمق بالعمق، نفلم بنفلم. المارد المصري يسترد أنفاسه، ينفض ليله الطويل، ويبدأ بالاستعداد لتحرير الأرض. كانت حرب أكتوبر وسوف تظل حدثاً فارقاً تجلت فيه عبقرية أداء قواتنا المسلحة. كانت صراعاً بين إرادتين حسمته سواعد الرجال في البر والبحر والجو. إنهم سفور مصر، وهبهم الله حدة البصر وقوة البصيرة. فكانت خطة الخداع الفريدة في حرب أكتوبر أحكم خطة في تاريخ المخابرات المصرية. عمليات تمويه دقيقة ومتقنة من رجال المخابرات العامة المصرية التي كان لها الدور في التمهيد لهذا الانتصار التاريخي وتتويجه والحفاظ على مكتسباته عبر السنين.